أهلا بكم مجددا في حلقة جديدة مشاهدين الكرام من برنامج صدى الأقلام. في هذه الحلقة نسلط الضوء على تقارير حديثة من الصحف المحلية والعربية وكذلك الدولية، ونقدم لكم تحليلا معمقا للقضايا التي تهم هذا المجتمع بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. نقرأ مقالا للكاتب إياد الديلامي بعنوان نوري المالكي وعقدة الموصل في العراق. نشر الكاتب في صحيفة العربي الجديد الديلامي تفاصيل تصريحات فخري كريم حول نظرة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لمدينة الموصل. المقال يبرز كيف تعامل المالكي مع الموصل كتهديد سياسي مبني على أسس طائفية مقيتة، مشيرا إلى أن المالكي هو الوحيد الذي اختير لدورتين تماما رئيسا للحكومة بفضل التوافق الأمريكي الإيراني، حيث يتناول المقال هذا الانسحاب من الموصل الذي تشير التحقيقات إلى أنه كان بأوامر من المالكي نفسه، مما مهد لدخول تنظيم داعش إلى المدينة. ويكشف تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية عن اختفاء 120 مليار دولار من فائض موازنات العراق خلال فترات رئاسة المالكي، بالإضافة إلى مقتل واعتقال آلاف من العراقيين بتهم ملفقة. اليوم وبعد 10 سنوات من سقوط الموصل بيد التنظيم وما تبع ذلك من قتل وتدمير وتهجير للمدينة وسكانها، ورغم استعادتها من التنظيم بعد قرابة 3 أعوام ونصف، ما زالت الموصل تبحث عن القصاص من كل الذين دمروها، وقد سلط عليها المالكي قادة طائفيين ساموا المدينة وأهلها سوء العذاب، وكأنه كان يبحث حتى قبل سقوطها عن تفريغ كراهيته للمدينة وأهلها بشتى الطرق. الغريب أنه ورغم كل التحقيقات التي حملته المسؤولية، ورغم ما تحدث به فخري كريم ومن قبله عديدون مقربون من دائرة العملية السياسية، إلا أنه ليس لم يحاسب على جريمته فقط، وإنما نجح خلال دورتين من رئاسته الحكومة في تشكيل دولة عميقة ما زالت تتحكم بمفاصل العملية السياسية. العملية السياسية في ظل وجود شخوصها الذين شكلوا نواتها عقب الغزو الأمريكي في عام 2003 مترهلة فاسدة بنيت على أسس إقصائية وطائفية ومصلحية ضيقة، وهي اليوم وإن حاول القائمون عليها تقديمها أنها تتعافى، إلا أن عدم القصاص من ساسة دمروا العراق أكثر من 20 عاما سيبقي هذا البلد في منظومة الدول الفاشلة حتى حين. ونقرأ مقالا في موقع ألترا عراق يتناول تحديات حرية التعبير في العراق في ظل حكومة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. يبدأ المقال بتجربة أحد مقدمي البرامج السياسية الذي تلقى اتصالا هاتفيا من مكتب رئيس الحكومة مطالبا إياه بحذف تدوينات من على منصة إكس، ويشير إلى اعتقال الصحفي محمد نعناع كدليل دامغ على نهج الحكومة الانتقامي ضد منتقديها. وينقل عن النائب مصطفى سند ادعاؤه بأن حكومة السودان تصرف 650 مليون دينار عراقي شهريا لصفحات تروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي. يتربع على القصر الحكومي الواقع في المنطقة الخضراء وسط بغداد محمد الشياع السوداني الرئيس الثامن للحكومة العراقية بعد العام 2003، ومنذ أكثر من 1.5 عام يجري الحديث واضحا عن وجود مضايقات على الحريات وصلت إلى الذروة في عهد سطوة قوى الإطار التنسيقي على العملية السياسية، وربما أن إشاراتها بدأت حين لم يمضي سوى 5 أشهر على وجود محمد الشياع السوداني في منصب رئيس الحكومة حتى تم اعتقال الكاتب والصحفي محمد نعناع. قال صحفيون أجريت اتصالات معهم إن السوداني يستخدم منهجا انتقاميا ضد منتقديه، حيث يقوم باعتقالهم والتنكيل بهم،
ومن ثم يخرج مقربون منه يقولون إنه تنازل عن حقه للإفراج عنهم. وصل النظام السياسي إلى قناعة الإبقاء على الانتخابات وبعض التصورات المشهدية التي لديه قدرة السيطرة على أغلب مساراتها. وينظر السودان للصحافة والفعاليات الإعلامية في العراق بقلق واضح تتعلق بمساعيه في أن يكون خارج النقد وليحمي نفسه. يعتقد أن توجهين لدى الحكومة الحالية في السيطرة على قلق الرأي العام: الأول هو الضغط والقوة، والثاني هو المال الذي يدفع لمدونين وصحفيين، ويستخدم أحدهما وفق الظروف المتاحة. في السادس من آذار مارس عام 2024 ادعى النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند أن حكومة السوداني تصرف 650 مليون دينار شهرياً لصفحات تروج لها على مواقع التواصل، وذلك عبر نثريات تابعة لهيئة الإعلام والاتصالات التي يقال إنها مستقلة. ونبقى مع مقال ألترا عراق الذي يشرح كيفية إدارة الحكومة في العراق للمدونين والصحفيين وهم معروفون على مواقع التواصل الاجتماعي. يوضح المقال أن هناك اهتماما كبيرا ملحوظا من الحكومة بكل ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنسيقا عاليا عبر توزيع مهمة القيادة لأحد الصحفيين على كل فريق. يذكر المقال أن الصحفيين المعارضين يتلقون اتصالات تطمئنهم أولا بدعوتهم للكتابة عن مواضيع إيجابية مثل الالتزام بإشارات المرور ومكافحة المخدرات في العراق. بعد ذلك يتم الدفع لهم من قبل هيئة الإعلام والاتصالات للحديث عن إنجازات الحكومة وبالتحديد عن محمد الشياع السوداني شخصيا، وتتراوح الرواتب بحسب عدد المتابعين وحجم التأثير من $1,000 وصولاً إلى $4,000 شهرياً. يشير المقال إلى أن الاتفاق مع الصحفيين والمدونين يتضمن شرطاً بعدم نشر أي محتوى سلبي عن الحكومة، وأن القنوات الفضائية تخضع جيداً لضغوط مالية وأخرى سياسية لضمان تغطية إيجابية. منذ سنوات طويلة يشكو العديد من القادة السياسيين في العراق ومعهم الحكومات التي شكلوها مما يطلقون عليها بالسلبية، وهو تصور غير مفهوم بالنسبة لأربعة صحفيين وجهت أسئلة لهم عما يعنيه الأمر، لكن أحدهم يعمل محررا في إحدى قنوات التلفزيون قال إن الإيجابية يعني ألا تزعج الحكومة أو الميليشيات في أي محتوى. عديدون يعتقدون أن هذا التشبيه قريب إلى حد ما بما حدث في العام 2019 وما بعده. وقتها تم تقسيم الصحفيين في العراق إلى أمريكيين ووطنيين، وهو تقسيم يستهدف الصحفيين الذين لديهم دفاع واضح عن الاحتجاجات بوصفهم يتبعون خيارات أمريكية، بالإضافة إلى صحفيين يدافعون عن النظام السياسي والفصائل المسلحة بأنهم وطنيون أو معتدلون، ليصل الأمر إلى أن هذا التوجه الحكومي الحالي يقسم أصحاب الآراء بين إيجابي وسلبي. ماذا يعني أن تكون صحفياً سلبياً؟ تم توجيه هذا السؤال إلى الصحفي مصطفى ناصر، وقال إن الإيجابية تعني التطبيل بالنسبة للحكومة، أما السلبية فهي كشف الملفات الخطيرة وتسليط الضوء على الإخفاقات، لأن الصحافة ليست معنية بذكر محاسن الحكومة. نشرت مجلة فورين أفيرز مقالاً مشتركاً للجنرال السابق ديفيد بيترايوس الذي قاد القوات الأمريكية في أفغانستان والقيادة المركزية CIA مع ميغان أول سوليفان من جامعة هارفارد وريتشارد فونتين مدير مركز الأمن الأمريكي الجديد. قالوا فيه إن الاحتلال الإسرائيلي يكرر أخطاء الولايات المتحدة في غزة من أجل تغيير النظام، وأشاروا لأنه في غزة لم تسيطر وبالأحرى لم يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على مناطق، وهذه
الأمور تعكس تماما ما حدث لأمريكا في الفترة ما بين 2003 و2006 في العراق. فرغم أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يصف ما تقوم به في القطاع بأنه عملية تغيير للنظام، وهو المصطلح الذي لم يعد شعبيا بعد حربي العراق وأفغانستان، لكن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي هو في الحقيقة عملية تغيير النظام وتفكيك قدرات حماس وحكمها الفعلي لغزة الذي مضى عليه عقدان تقريبا وفقا للمقال. وقال الكتاب إن الحملات الأمريكية السابقة اتسمت بارتكاب أخطاء عدة تقوم إسرائيل اليوم بتكرارها، منها أخطاء صارخة ارتكبتها أمريكا في السنوات الأولى من احتلال العراق. وكما حدث مع أمريكا، فقد بدأ الاحتلال الإسرائيلي حملته دون خطة واضحة ولا رؤية لما سيأتي بعد أو من سيحل محل حماس. وتعرض الاحتلال الإسرائيلي لانتقادات دولية أكثر من أمريكا في العراق وأفغانستان بسبب أعداد الضحايا المدنيين. ويرى الكتاب أن الاحتلال الإسرائيلي يستطيع التعلم من النجاحات الصغيرة للولايات المتحدة في العراق، مثل عملية الدفع بالقوات الأمريكية عام 2007، مع أن المقارنات تظل محدودة الأثر لكنها تطرح الأسئلة الصحيحة. في مقال نشرته صحيفة عربي 21، يتناول الكاتب ساري عرابي تصريحات من قبل كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يخص الوضع في غزة، ويتهم المقال هذا الإدارة الأمريكية بأنها نصبت نفسها ناطقا باسم إسرائيل، مزايدة بذلك على نتنياهو في صهيونيته. وينهي المقال بتحليل لطبيعة النخب الفاسدة الحاكمة للولايات المتحدة الأمريكية، محكومة بالمال السياسي الفاسد ومصالح المجتمع الصناعي العسكري. يصف الكاتب عرابي كيف يدار العالم بالمال الفاسد والكذب والجهل والغطرسة والعنصرية، مستشهدا بفترة وجيزة من أكاذيب الإدارة الأمريكية بشأن غزة. يمكن ترجمة هذه التصريحات الأمريكية إلى ما يلي: اقتلوا المدنيين الفلسطينيين ولكن بأعداد أقل، لا تقتلوهم وهم جوعى، اقتلوهم وهم شباعة، دمروا رفح كما دمرتم ما قبلها من مدن القطاع واجعلوها غير صالحة للحياة، دمروا مساكنها ومدارسها ومستشفياتها وجامعاتها ومخابزها وصيدلياتها ومساجدها، ولكن اجعلوا عدد القتلى أقل. بالتأكيد ليست مشكلة أمريكا في أعداد القتلى، فالدولة التي قتلت آلاف المدنيين في غارات خاطئة في العراق وسوريا وأفغانستان بحسب آلاف التقارير الصادرة عن البنتاغون، والتي نوهت إلى بعضها نيويورك تايمز في كانون الأول ديسمبر عام 2021 ونيسان أبريل عام 2022، والدولة التي شاركت أخيراً إلى جانب إسرائيل في اقتراف مذبحة هائلة في النصيرات ذهب ضحيتها أكثر من 1000 فلسطيني بين شهيد وجريح، فقط لأجل استنقاذ 4 أسرى إسرائيليين. بالتأكيد لا تقيم أدنى وزن للآمنين من النساء والأطفال إن كانوا في ساحة حرب أمريكية. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتور.
جديد أهلا بكم. كشف تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية عن تمكن علماء سويديين من اختراع أول كمبيوتر حي في العالم مصنوع من أنسجة الدماغ البشري، ونقلت الصحيفة عن القائمين على المشروع هذا قولهم إن هذا الكمبيوتر الخارق من الممكن جدا أن ينجح في حل أزمة الطاقة التي يواجهها العالم بأسره أو تعاني منها بعض البلدان. وذكر تقرير الصحيفة أن الجهاز المبتكر هذا يتألف من 16 جزءا عضويا أو كتل من خلايا الدماغ التي تمت زراعتها في المختبر والتي ترسل المعلومات فيما بينها. وأضاف أن هذه الأجزاء تعمل بشكل يشبه إلى حد كبير شريحة الكمبيوتر التقليدية، حيث ترسل وتستقبل الإشارات من خلال خلاياها العصبية التي تعمل مثل الدوائر. لكن ما يجعلها مميزة هو أن الآلة الحية تستخدم طاقة أقل، لأن الخلايا العصبية الحية يمكنها استخدام طاقة أقل بمليون مرة تقريبا من المعالجات الرقمية الحالية المستخدمة حاليا. وتابع: عند مقارنة الجهاز الجديد هذا بأفضل أجهزة الكمبيوتر في العالم، وجد العلماء أنه بنفس السرعة وذاكرة أكبر بواقع 1000 مرة، كما أنه يتفوق على الدماغ البشري نفسه الذي يستخدم ما بين 10 إلى 20 واط تقريبا، مقارنة بالكمبيوتر الذي يستخدم 21 ميجا واط. نشاهد الآن وإياكم تقريرا من مواقع الصحف التي اخترناها لكم بعناية. ظل هذه الظروف الصعبة والهجمة الشرسة على المنظومة الصحية، نحن ناشدنا العالم وما زلنا نناشد العالم بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإرسال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وإرسال الأجهزة اللازمة لمستشفيات قطاع غزة وخاصة المولدات الكهربائية. مستشفيات قطاع غزة تعتمد اعتماد كلي على المولدات الكهربائية منذ حوالي 9 أشهر، وهناك عدد كبير منها تعطل وعدد كبير أيضا من هذه المولدات تم تدميره من قبل جيش الاحتلال، وخاصة الآن في محافظة غزة محطة الأكسجين اللازمة لتوليد الأكسجين وتحويله إلى باقي المستشفيات في محافظة غزة الآن هي مهددة بالوقوف لعدم وصول الوقود إلى هذه المحطات. ونحن في مستشفى الشهداء الأقصى أيضا توقف أحد المولدين الذين يقوم بإمداد هذا المستشفى بالطاقة الكهربائية، ولذلك وجب على العالم بالضغط على الاحتلال وإرسال هذه الأجهزة وخاصة منها الأجهزة الطبية، خاصة جهاز CT وجهاز الرنين المغناطيسي. لا يوجد في قطاع غزة أي جهاز رنين مغناطيسي لاستخدامه في لإنقاذ أو تقديم خدمة صحية لهؤلاء المواطنين، وكذلك إرسال مستشفيات طبية مع كوادر طبية لإنقاذ المنظومة الصحية في قطاع غزة قبل فوات الأوان. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.